السلام عليكم، معكم محبات ان انذر فيديو. اش بغيتي؟ اش بغيتي؟ عنقني بعدا. كنتي ناعس انت ياك؟ شنو مازال ما ساليتي من النعاس؟ تبقى ناعس. شنو قلتي لي قبيله؟ شنو قلتي لي قبيله؟ بلاتي خوكلاص. بلاتي خوكلاص. انا شعكوكي شوشو. شو السلام عليكم عمي نفاس، كلشي بخير؟ الله يحفظك لي عمي كيداير؟ الله يحفظك. الله يحفظك. نهار كبير علاش شفناك عمك. مرحبا خويا. مرحبا. تبارك الله اللي استعبدنا. الدوزيام كنت فين ما بغيتي عمي؟ انا جيت غنشوفك. قلت لي والو ديني على عمي. بداو كيشدوك الناس في الزنقه. شويه. هذا بس نورمال. بابا راه ما كانش كيتفاهم الشهر اجنايا، راه ما كانش كاع. عرفتي واحد المره هذه واحد الحاجه كتضحك، جاي من شي تصوير كنت كنصوروا في الرباط، المهم جاي عيان مع جيت للدار ويقول لي شكون هذيك اللي جات دقات البارح؟ نقول ليه قلت لي كيفاش؟ صدمت. ويقول لي واحد الوحده جات دقات البارح، خرج شويه تقول لي واش كاين هباط؟ قلت لي ما عرفتهاش شكون، غتكون شي وحده كتفرج. وقول لي شتي الشوها اللي درتي لينا؟ واش حنا دابا عمي في دارنا يجيو يدقوا علينا حنا البنات؟ قالت لي كنت مع العصر وكذبات وبنا المحنة. قلت لي وين كتمشي مسطية؟ جات عندي للدار انا مالي، علاش خرجت عليكم الشوارع؟ واحد كاسكيطة بيضاء، واحد السروال بيض، واحد صباط بيض. قلت لي شكون هذا خيتنا؟ قلت لها شي ناس مصيفطيني. شنو هي الحاجة اللي عجبك دابا في عبد الله عمي؟ نعم داخل سوق راسو، لا شغلو كيحشم اوي. لا هو من صغرو عبد الحمد بن محجوب كان تيتريني. ترى ليستوار عمي، ترى ليستوار. تيتريني بالوداد وتمشي كتابة على هادشي وتيلعب معاها. تيتريني وكيلعب معاهم. تيلعب معاهم. وكان اونترينور جيت غالي ماركي. وكان احسن لاعب عند الوداد واحد سمير سميتو زاهد. زاهد كان جابو من تريزور وكانت مغرب فاسي. المغرب الفاسي كان ديما استوار الوداد تقيد المغرب الفاسي كان ديما تتغلب الوداد هنايا تلعب الوسط ملي كنخسر نبكي بصح ما رداش نخسر مع الدراري قدام وراه حتى هو النفس ديال ماكش نرضى نخسر با حتى هو اللي يقوم ما رضاش نخسر الدراري تبكي عمي وانت تبكي النفس لا هذه بالنفس وليدات كندوي مع عمي تبارك الله واحد لا ميموار في واحد لا بيريود هي اللي ما عندش هذا ما عندوش لا ميموار كندوي ليه على ولد البارح كاين كيقول لي نسيت عمي كيعاود لينا على السبعينات بحال كان البارح دابا انت عمي تبغي ترجع لذوك الايامات لا ما تقدرش لا كل جيل عنده الذوق ديالو دي لا والو زرقاء عمي في كره لا لعب الا ما كانش عنده كره والو ما كانش عاطي راسو الكره خوك كواري خو اللي كبر منه حمزه كواري مزيان تنوض نصلي الصبح ديالي تنعمر راسي افطار موسى وتنزم في الطوموبيل هو وخوه واحد ولد عمو وتندوز عند مول الحرشه تيطيب هنايا في الطريق كيضربوا الحرشه سخونه تعقل المركز هذا ديك الحرشه ابن الحاجه ديك الحرشه سخونه تنوصلوا باقي يلاه الحال تيبدا يصبح يلاه تيبدا تقول له خفو تبي ترى عدوة تقول لي كب كب تقول لي كب كب تركب لي مدير موصل نعطيه الحرشة وكان واحد كوت ديال الرياضة عند عمي شوية لا 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 تبازا في صغرها لا اللي تغرز عندكم تانتم لا 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 دونك جا داك الشيء منك وكيقول لكم انا الفيتنس هو الفيتنس هو الفيتنس اللي هنا ومن جانا اكذب عليكم دابا ندوزو للسيربرايز كاين واحد المفاجأة دابا ما حد مازال كيجهد والحركة وداك الشيء الحمد لله هاد الشهر هذا الجاي ان شاء الله تكون عمرة بالنسبة لي انا لا بسم الله ربما ياك مقطع ما والو مازال ما مقطع لا ما مقطع ما والو ولدي لا على حسب الصحه ديالي ما مازال ما قادرش ما موافقاش بالنسبه للبروسات اللي حيت عمره كاينه لا بغيت بخير لا وقت ما وقت ما بانت لك باللي راه بالنسبه للصحه ديالي الصحه غادي واحد 4 شهور 5 شهور تحس براسك لا ربما ما اربعة مرة مشيت تما مشيت زوج مرات للحج تبارك الله مشيت 94 للحج وعمي ما كرهناش زيد شي خمسة مع الوالدة 2000 دعي معنا تما عمي دابا عمي وقت ما تدوي دعي مع عبد الله دعي معنا ان شاء الله لا مشيت تما فيكم كفاية لا كله كان الصحة ماشي مشكل كتشتاق شوية ولا هذاك المقال لا قالوا لك دابا تمشي لميريكان عمي لا ما نمشيش لاوروبا انا النشاط ولا اوروبا ولا العمرة اوروبا دير على كروم صغري لا هي هو الميريكان كاع الخارج كله هذاك ما عندك ما دير
يا عمي بقات لك دي سيناسي وحده يلعبوا ما تنبغيش. ايوا وقع ما بغيتش في اوروبا ولا ميلكن اول واحد كيرو في زامرا عمي جينا بغينا نقولوا عمرا قال لك لا لا عمرا قلت لك ما بغيتش عمرا خصني عمرا ما بغيتش انا عمرا لا الصحه بالنسبه لي الصحه وان شاء الله كاين غيمشي معاك لا عرف اه هو كاين اللي يمشي معاك عمرا يا عمي خديجه هي باغا تمشي عمرا شوف خديجه هي باغا تمشي خديجه هي باغا تمشي لا ما شو الطواف عمي عاوتاني هاكا فوالا المدينه المنوره شي حاجه عاوتاني كي جات الكاميرا تاع عمي بينا تبارك الله عليكم الكاميرا ديالي راه حسين من ديال عبدين اه وراه اه انت كتشوف اه هادي ديال الاحتراف هادي ديال الاحتراف داكشي ديال عبدين خلعت وين عمران ميدون عندي واحد لا سيربريز اخويا عبدين شفت لك واحد الدراري هنا الله كندوي معاهم في التليفون من الصباح يلا ود شو كاين يا صاحبي الله صافي صافي بليزير شوفوا شو بليزير بارطاجي قلت لك وجدت سيت اب شنو اه وكان لكم تبداو تبكيو لي انا عاوتاني واش دابا كان داكشي دابا كاين صافي معنا اليوم سي عبد الله راه دوزنا مع جوني معتمده وليدات تباركوا ليه زاد عنده واحد مولود اسيد زاد عندي اسيد لا فامي اسيد الله يصلحه تبارك الله اسامه معنا عيط لعبد الله على اساس دوباز عيط لي على اساس نصوروا شنو بان ليك هاد لي كاتسين قال لي غدا البارح عاد كاس بعونس مي صافي انا ما عندي والو غدا نديرو غدا قلت في هاد لا كونديسيون اي دو باس كنت غنصور معاه شحال من حاجه بالنسبه للجيم هذا ما كتفش قلت في هاد لي كونديسيون امبوسيبل دوز هاد لا فيديو وما نساليوش مع الدراري عيط اسامه عرفتي وي عرفتي كنحس باسامه توضر في التليفون كنقول لي قال لي شي حاجه كنتو باغي تريميرسيو بها عبد الله شي كادو شي لعيبه شي كليسه عرفتي وي عرفتي كنحس بسكات في التليفون راه كنفكر راه كنفكر شوف راه انا صغير قلت له عيط المعتمد علمو واش غيكون قال لي راه في كازا قلت له طومي كازا ما بعيده وعيط صابر صافي صابر قال لي عرفتي ندير نتلاقاو بعدا جلسوا ديك الساعه ونجمعوا ما حقناش الكاميرا لا واخا واخا تبان زعما هادي بوالور تبارك الله عرفتي عرفتي كاع ما يتشدوا شحال ديال العرض باش نشدوهم كاملين كي دايرين الدراري والله لا لا كي دوزتوا الصباح انت اجي انت هنا نهار كبير هذا والله العظيم اللي زعما درنا هاد السيربريز لعبد الاله وعبد الاله يستاهل كل خير والله العظيم اه على خير الله رجوله وحق الله كاين ولا لا اه بزاف رجوله الاله رمينا ما خلاش الولد ديالنا اه والله ما ناعس كي داز لي غوتور ديال الناس الاحساس ديالكم بزاف كثر ما كنت نتخيل انا بعد والله العظيم انا صراحه كيفاش تيتلاقاونا الناس بواحد الطريقه بحال شي نجم كبير فهمتي الوالده وحق الله شي تلاقاوها بحال الام ديالهم تشوفوا سلاه يعني واحد شي حاجه جاتني في شكل وحق الله الوالده كثر كلشي يقول لي سلم على الوالده ديالك سلم على الوالده ديالك هاجي لا سورس لا حيت الوالدين دابا هما كثر انا اش نقول لك انا بكيت كاع مع راسي فهمتي علاش حيت من 2017 طاش بديت فهمتي حسيت براسي بحال ما تزاجي ما كاع ما تجازيش على داكشي اللي اللي درت فهمتي ولكن شوف صبرت بزاف ما بغيتش ندير كاع باد بوز فهمتي نتخاصم يعني بزاف كيجبد هادي ما بغيتش نوصل لداكشي كاع فهمتي ندير باد بشي طريقه خايبه داكشي في يومين زاد ولدي نهار 10 11 دوكيومونتير نهار 11 11 كنشوف الفيدباك وبنادم عاد فهمك فهمتي يعني النهار بديت بنادم عاد فهمك وفهم القصه ديالك كيفاش بديتي وكيفاش قاتلتي وكيفاش حاربتي يعني لونفيرومون ديالك لونتوراج فهمتي الزنقه هادي وقدرتي ترانسفورمي ديك الانرجي اللي هي فهمتي الانرجي اللي عندك ترانسفورمي شي حاجه بوزيتيف فوالا الناس كنخليها الصراحه الاكسايتمنت ديال اللعيبات الصراحه كان داكشي كبير لي نومبر خلاص لي ريكور الله ثانويه ديما فهمتي هاك شوف التيتر اللي دار عبد الاله تورات الفتنه دابا بنادم سمع ديك التوره كيسحب راه حنا درنا اللي درنا فهمتي حنا هما دوك الابطال ديال لا حنا راه غنديروا واحد الثوره في الناس المغرب الا راه ضرب تماره كبيره راه كانوا بزاف ديال الميساج عرفتي باش عرفت داكشي انا اللي جبت لك ورتبهم لا لاحظتي رتبهم طاح عندي واحد شي ميساج سمح لي دابا بزاف ديال الناس كيسحبوا اننا حنا كنقولوا ما شطان بزاف ديال الناس كيسحبوا اننا حنا
كنقولوا الناس يعني خرجوا من القرايه وسيروا ديروا فيتنس. نو حنا ما قلناش هادشي، حنا قلنا الشغف ديالك. اللي كيعرف يلعب كوره يتقاتل في كوره، اللي كيعرف يلعب الباسكيت يتقاتل في الباسكيت، كتعرف تغني يتقاتل، تقاتل في الباسون ديالك، راه تقدر فهمتي. متفق معاك، تصوفي وتحل حتى الا، ولكن داكشي تكون اون باراليل مع قرايتك، مع المهم تقاد واحد السيل دو في ديالك، حيت لونخيمون داكشي راه غيخليك انك تعمر وقتك، كتكون فول انرجي، الدوبامين طالع فهمتي، نتي بخير. راك الشعب ديلاه في الفيديو كامله كيدير، راه منين دخلوا الدراري وهو مصطوم عاد كيشوف كيقول ستاري في الصالون عندي ستاري. صراحه لا صراحه ما عجبنيش الحال، والله الا عجبني الحال ملي دخلت شفت الوالد ديالك فرحان، والله الا فرحت. هذه اهم حاجه، شي حاجه زوينه. لا عجبني هذا، فخورين كاملين ان عندنا دري بحال عبد الاله اللي في الدومين ديالنا وكيبدا. يعني الدراري ديال الفيتنس صراحه كيكونوا محدودين، اما باش تحط واحد الابداع بديك الكاليتي بديك الافكار خصك تكون عندك شي حاجه زايده. ودابا عبد الاله من خدم البروجي خدمه بقلبه، يعني بغى يعطي شي حاجه للناس. بلاتي حيت هذه قلتها قبيله والدراري مازال عمري جبت معهم هذا الموضوع. النهار جبت لك البروجي اول مره بالنسبه للموسيقى، شنو قلت لكم غادي ندير في الموسيقى؟ ديال الروابا مغاربه هاد، وكنت كنقول خصهم ما يطيحوش لي فيديو. صراحه هو داروا باش يقدموا لي جون الشعب المغربي هادشي كامل في سبيل البلاد ديالنا. الحمد لله والحمد لله. النجاح اللي كنتي متوقعه واش شنو بالك هو ولا اكثر؟ كنت متوقع الامباكت هكا، يعني غيدخل الواحد غيحس بزاف ديال الحوايج وغيخرج بواحد الهوب كبير، ولكن النمبرز اللي داروا لا وراه ما داروا كيفاش نتوقع. فوالا تخيل. ولكن اخي عبد الاله صراحه كان تيهضر معايا بواحد الثقه، انا كنهضر ولكن ما كنهضرش بالثقه ديالو. هو كيفاش يقول لي اسامه راه نهار غيتبوست غيولي يشوفوك بنظره اخرى. والله العظيم قال لي دابا انت بحال اللي وليتي حياتك قبل الدوكيومونتير وبعد الدوكيومونتير. الحمد لله هذا هو يعني هو بصح معتمد تي برون لا بارول سمعت دونك. انا عبد الاله كنعرفو من امتى عبد الاله؟ 2016 شحال هذه شي 2017 البلان اللي زوين في عبد الاله كيرحب بالكولابوراسيون كيامن بها فهمتي. اش كاينين دابا انفلونسرز ما كيامنوش بديك الكولاب بحال كيجيب لي الله بحال راه كتمشي غتشفر ليها. اكزاكتومون بالعكس الوغ كو هذا هو الهدف. بالعكس راه الهدف هو نجمعوا واحد الناس في بلاصه وحده وبارطاجيو معاهم الفكره نيت ديال دابا نيت. دونك هادشي اللي كاين هادشي زوين بزاف. انا ما كنتش كاع عارف انه هادشي غيمشي بحال هكا لدرجه حتى شعري ما كنتش مقادو. لا معتمد اكثر واحد هادشي معتمد في المره الثانيه راه كيدوي حيت واحد الحاجه اللي غيشوف ما كنتيش في الطوب ديالك يعني. لا كاع تقلب على كفكه عنده لبسه وحده قلت له معتمد راه عالم قبل بيومين قلت لي ما فيا اللي يطلع للدار. قلت لي شوف قلت لي معتمد راه غيبانوا الدراري لابسين مزيان. عجبك معتمد سبونطاني؟ قلت لي راه غيبانوا الدراري لابسين مزيان وانت غتبان من وراهم راه غيبان الفرق راه ما يعجبكش راسك. قال لي واه سير ولكن راه بنتي زوين صراحه حتى واحد الزغبه دار الطيارات يديك داك العطوان عرفتي امير او ديك السكيت حتى لهنا خاصك يعطيك شكل كندير خاصك يعطيك حضر. صورت معاه المره الاولى لقيت الهضره ما كانتش كتسجل من المايك وانا كنت كنعاودو هذيك الهضره الثانيه قلت لي ما يمكنش تعاود معاوده راه المره الاولى غير غرو عينيه عندي ما عندي الصوت ما كانش زوين ما كان الصوت مزيان والفوكس كان واحد الغلط. اسامه طرا لي مع هذا المشكل في الوقيته اللي شداتو البكيه ما يمكنش تعاود تفيكيها فهمتي ولا يعاود يقول نفس الهضره ديك الانرجي ما قالتها لا من القلب للقلب هذيك الا درتي شي حاجه صافي هو كانت خدام ثلاثه جوج ديال الكاميرات والمايك ومبرونشي مع البيسي خصك تقحاديهم كاملين وكتقطع كل نص ساعه تيخصك تقطع الاسيتر واحد تتقطع زعما نص ساعه الماكسيموم ديال تيخصك تحبس وتعاود تبدا من جديد. ما عرفتش واش نسيت انه نبدا المايك اولا واش تحبس بوحدو حيت دار لي. ولكن هذيك اللقطه الاولى كانت واه الهضره الاولى كانت هي مزيانه طرات فيا السؤال. المره الثانيه كيدوي كيعرض كيقول لي شنو قلت لي راه البارح قلت لي غدا ونعاود نقدر نحس بالاحساس. قلت لي معتمد راه ما كدويش بلا انرجي راك بحال كتعرض عاود تيعاود يقول هادشي تيحاول يخرج الزهر. علاش حيت دويت المره الاولى ما يمكنش على داكشي شوف وبحال قلتي انا خويا طه كنامن فهمتي شي حاجه اللي سبونطاني كتوصلها صح فهمتي. سير انا بعدا ما انا ما موجدش فهمتي دابا حتى الهضره قلتي لنا دابا ما موجداش قول له عاود. عاود عندي واحد السؤال عبد الاله دوك الكلمات الاولين اللي درتي في الدوكيومونتير يعني واعرين بزاف كيفاش كتبتيهم؟ الاول كتبتهم انايا في الدار هذيك هي هذيك هي الوقت باش كتبتيهم لا واحد العشيه ريحت كنفكر دابا الواحد باش كيوصل الحاجه شنو الحوايج اللي كيدوز منهم. اول حاجه هي
هي المحيط اللي تزيد فيه التربيه صافي شديت داكشي كتبتهم سرسبتهم الناس اللي كانوا تيشوفوا الدوكيومونتير سكو خداو خداو نحنا زعما كا انديفيدو فهمتي دونك هذوك القصص هاد الاله علاش اختار زعما بزاف ديال الناس ودي بروفيل مختلفين سي باش اي واحد غيقدر انه فهمتي ريليت لهم اي واحد غيقدر يشوف راسو فيهم دونك راه هذوك الاربعه راه ماشي زعما راه ماشي حنا راه فهمتي تاخذ غير الفكره تاخذ غير ما تشوفش الشخص كشخص مي ما فهمتي داكشي اللي داز منه غتقدر انت تحس مثلا دزتي شي حاجه بحال انا دزتي بحال فهمتي شويه شويه تماما دونك غير باش تقدر تبروجيتي راسك في هادشي باش تفهم راه ماشي اختار زعما الانديفيدو على عليا زعما انا لا واحد رقيق ولا عز عليه التصوير واحد كيشارك في لي كومبيتيسيون واحد شعبي بزاف واحد ماشي شعبي شعبي بزاف واحد كان غليظ وعز عليه طيب فهمتي واحد الفرق كبير واحد الصوموطار كاسك ديالو شي كلمه في حق صافي انت كتعرف لا الصراحه كنت حاضر من الاول كنت معاه ملي بان الفكره قال المره كنت قلتها ليه هو اللي هو الواحد اقترح عليا فهمتي كيتبانوا لي افلام كيديروا غريب وكيديروا لهم بزاف ديال التيزينغ وتيكونوا عاديين علاش ما نديروش دوكيومونتير ديال الناس نديروا ليه البلبل لا واحد اللحظه بحال ابوندوني شي شي ما كنتش غادي شوف راه صعيبه شوف مع اسامه راه صعيبه تريح مع كاركتير جديد حتى هو نفس الدومين ديالك وكل واحد تيبغي يدير داكشي ديالو في نفس الدار شي مثلا اسامه راه ريحت معاه في دارهم هذا بالنسبه لي انا غلط ما نعاودوش مره اخرى لا 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 تخاصموا الناس سيبكوش وكدير معاه لوقيتك كتجي كتصور كترجع صافي هو غايب راسو هادشي هذا درتو مع معتمد كان بوكي في كازا صافي لقيت اللي كدير معاه كتمشي عنده الدراري كانوا معاوني كيجيو الدراري كانوا في بيهايند ذا سينز كانوا كيجيو ماتريال وشنو الزراسي كتهضر معاهم ولا كتكون بوحدك لا كانوا بوكاو معايا هادو راه كانوا بوكاو معايا كانوا حتى البيمون في البوكينغ شراوه معايا والماتريال فاش كنكون هازو في الطوموبيل ديالو كنت مازال ماشي موطوريزي في الطوموبيل ديال صابر وكنا كنمشيو صافي وكنا كنقضيو غراض صافي وديك الساعه كنسالي كنشكركم اول حاجه اللي جيتو هنايا الصراحه قلت لهم وليدات حضروا معنا هنايا كنا يطرام الدار البيضاء صافي بليزير ندوزو بتي مومون جو بونس كو الكليسا غيان كو حنا بعضياتنا ونهضروا على هذا لو سوجي راه شي حاجه اللي بالنسبه لي انا ان توكا في يوتيوب شي حاجه اللي زوينه تشوف الناس اونتر دي دومين ديفيرون ويتهضروا على نفس الحاجه هي يزيدوا كل واحد براسهم القدام ويزيدوا بالناس وكلشي كيستافد شرفت بالمعرفه ديالكم داك النهار انفيتيتوني نحضر معكم في اللونسمون والمسائل هادشي فريمون كيشرفني وانا فرحان بزاف لكل واحد فيكم انه يتفتحوا ابواب دون فاسون دون اوتر وهادشي غير البدايه كما قلت لكم هادشي دوكيومونطير وشكرا اللي جيتو تبارك الله بابا ليلى وشكرا اخي على الكادو حيوان راه جاب لي واحد الكادو You were there and you picked me up when I fall. You have rescued me from my pain. Strong and you give me strength to move on, free me from my guilt and shame. You have washed me over and over again. You are making me new. You have washed me.